تطمح دولة الكويت إلى رؤية جديدة تتطلع من خلالها المستقبل واعد، لكن تواجه اليوم تحديات عديدة وأهمها الأمن الغذائي. مواجهة هذه التحديات أمر ضروري وأولوية وطنية التزم فيها معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومن أكثر من 50 عام يستثمر المعهد جهوده وأبحاثه في قضية تنمية الثروة السمكية، وذلك لدعم وتعزيز المخزون السمكي في الكويت. شهدت دولة الكويت في السنوات العشر الأخيرة نقص في المخزون السمكي، وهذا جاء نتيجة إلى النمو الطبيعي لعدد السكان بالإضافة إلى الضغط من العوامل البيئية كالتلوث البيئي، وهذا النقص أدى إلى أهمية وجود قطاع لتعويض هذا القطاع الهام اللي هو القطاع الزراعي المائيا لتأمين الحاجة السكانية لهذا المنتج المهم واللي يمثل أهمية كبيرة في الأمن الغذائي لدولة الكويت. ومن هنا أتى دور معهد الكويت للأبحاث العلمية لتطوير التطبيقات الملائمة والمتطورة في مجال الزراعة المائية وبشكل خاص زراعة الربيان، بحيث أن قام المعهد بتطوير تقنية لأول مرة في دولة الكويت وهي تقنية البايفلوك. تقنية البايفلوك أو المعروفة بالتكتل الحيوي تعتمد فكرتها على أن يوجد هناك تجمع من الكائنات الحية الدقيقة. هذه الكائنات الحية تقوم بالتغذية على العلاف الزائدة بالإضافة إلى فضلات الربيان، وبالتالي تحسن جودة المياه بدون الحاجة إلى إضافة مياه جديدة للأحواض أو التخلص منها، فهي تقنية صديقة للبيئة 100%. بالإضافة إلى ذلك تتميز تقنية البايفلوك بعدة مميزات، من أهمها إنتاجيتها العالية حيث أن توصل نسبة الإنتاج إلى 6 كيلوغرام بالمتر المكعب، بالإضافة إلى أن هي نسبة تعرض الربيان للأمراض في هذا السيستم تقل بنسبة 50%، فهو سيستم آمن وإنتاجيته جدا عالية ومجدي اقتصاديا للمستثمرين سواء الصغار أو الكبار. هنالك نقص في عرض الأسماك الطازجة في الأسواق الكويتية، ويتم سد هذا النقص بالاستيراد من الدول المجاورة لتأمين هذا المنتج الهام. فقام معهد الكويت للأبحاث العلمية بإجراء أبحاث وتطوير تقنيات تساهم في حل هذه المشكلة عن طريق استزراع وتربية الأسماك المحلية مثل الصبيطي والشعم والهامور. وهناك عدة أنظمة لإنتاج الأسماك، وأنسبها لدولة الكويت هو نظام الراس المعروف بنظام تدوير ومعالجة المياه لإنتاج الأسماك. ويتكون نظام الراس من عدة مراحل، بداية بإزالة فضلات الأسماك المرئية أو الصلبة من خلال فلاتر ميكانيكية، ومن ثم يتم إزالة الفضلات المذابة في الماء مثل غاز ثاني أكسيد الكربون ومركب الأمونيا السام عن طريق فلاتر بيولوجية تعتمد على عدة أنواع من البكتيريا. وأخيرا قبل أن يعود الماء المعالج إلى حوض إنتاج الأسماك يتم تعقيم الماء وإضافة الأكسجين وضبط حرارته. ويمتاز نظام الرأس بإنتاجية عالية تصل إلى أكثر من 50 كيلو للمتر المكعب من حجم حوض الإنتاج، وهذه الإنتاجية كفيلة بتغطية الكلفة ولديها عوائد ربحية جيدة، بالإضافة إلى الحصول على الأمن الوقائي بايوسيكوريتي لنظام الإنتاج والحفاظ على أمن وسلامة المرافق والأسماك. كذلك الإمكانية في تقليل مدة الإنتاج عن طريق التحكم بدرجة حرارة الماء وإضافة الأكسجين وزيادة فترات الإضاءة. ولله الحمد قد تم بنجاح في المعهد بتطبيق هذا النظام والحصول على نتائج ممتازة في إنتاج الأسماك مثل السبيطي والشعم والهامور. المعهد الكويت للأبحاث العلمية هو من المؤسسات الرائدة في البحث العلمي. الزراعة السمكية طبعاً بدأت منذ إنشاء المعهد، فالمعهد بذل جهد كبير في تطوير تقنيات ومعرفة في زراعة الأسماك المحلية، وهذه ثروة تساهم في التنمية وفي كمصدر أمن غذائي لدولة الكويت. فقام المعهد بعمل هذه المشاريع وتطورت مشاريعه إلى مستوى الاستثمار. فيسعدنا إحنا خلال الملتقى الثاني لمعهد الكويت أبحاث العلمية لطرح موضوع مجال التواصل مع جميع هذه القطاعات الاستثمارية بجميع فئاتها بتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة في مجال تطوير الإنتاج السمكي، الهدف الرئيسي من الملتقى. ومن هذا المنطلق يحرص معهد الكويت للأبحاث العلمية على بذل كافة الجهود لإيجاد حلول تطبيقية تتناسب مع مستوى التطور التكنولوجي، والعمل على إعداد التقنيات ما زال مستمر
للتغلب على كافة تحديات العصر. فيهدف المعهد دائماً إلى نقل خبراته والتعاون مع مختلف القطاعات لتطبيق هذه التقنيات، وذلك للوصول إلى التنمية المستدامة ولتحقيق الأمن الغذائي في الكويت.